ازيكم يا شباب؟ السكشن اللي فات بدأنا كوندنسر وحلينا أول 4 مسائل في الشيت. النهاردة هنحل مسألة 5 و6 و7 و9، وغالبا يعني هديلي كل يوم 8 لأن 10 أصلا يعني. مسألة رقم 5 بتقولك في شوية داتا أنا لميتها من الكوندنسر وأنا مشغله. الداتا دي مثلا زي ايه؟ زي مثلا إن الكوندنسر فاكيوم قاسه بعدد لأن هو 70 سنتيمتر زيبق في وقت كان فيه البارامتريك ريدنج اللي هو بقية البارامتر اللي هي يعني آخر الأتموسفيريك بريشر في المكان ده كان 76.3 سنتيمتر زيبق، وبيقولك التمبريتشر بتاعة الكوندنسيشن اللي هي دي ساتيوريشن يعني للكوندنسر ده كانت 38 درجة، والتمبريتشر بتاعة الكوندنسيت اللي هي المتكثف اللي هو في الهوت ويل تحت اللي هو خلاص هيروح للترومبا ب 33، معنى كده ان هو خارج ساب كول لان هو اقل من دي ساتيوريشن. بيقول لك الماس اوف ذا كوندنسيت اللي هي ام دوت ستيم يعني بير اور هي 1900 كيلوغرام، يعني كانه مديك الام دوت ستيم ب 1900 كيلوغرام في الساعه. وبيقول لك الماس اوف ذا كولينج ووتر بير اور برضه 120 طن بنفس الطريقه، كان ام دوت ووتر ب 120 طن في الساعه. الانلت والاوتلت تمبريشر اللي الووتر مديهم لك. بيقول لك عايز الستيت اوف ستيم انترينج ذا كوندنسر، عايز الاكس واحد من الاخر بكام اللي هو ميكتشر، بس الاكس بتاعته بكام يعني الكواليتي بكام. وعايز بقى المطلوب الجديد عندنا في السكشن بتاع النهارده ده اللي هو الماس اوف اير بيرسنت بير كيوبيك متر اوف كوندنسر فوليوم. هنشرح ده معناه ايه وانا شغال. نرسم بس كده زي فري هاند اللي اتفقنا عليه المره اللي فاتت للكوندنسر. الكوندنسر بيترسم له حاجه زي كده، مدخله اتفقنا بيكون من فوق. مثلا نقول ان انت داخل بستيت واحد والكوندنسر ده خارج منه بستيت اتنين، وفي ميه بتخش تبرد وتطلع تاني خارجه مثلا بتي ووتر ان وخارجه بتي ووتر اوت. تمام كده. لو جينا نقرا الجيفنز بتاعتنا الجيفنز كان مدينا ايه؟ كان مدينا ان البي فاكيوم جوه كوندنسر ب 70 سنتيمتر زيبق في وقت كان فيه الضغط الاتموسفيريك في مكان كان الضغط الاتموسفيريك فيه عالي شوية 76.3 سنتيمتر زيبق. تمام كده. وبيقول لك التي واحد اللي هي درجة حرارة الكوندنسيشن اللي هي الستيم داخل بيها اللي هي التمبريتشر اوف ذا كوندنسيشن دي اللي هو الستيم داخل بيها ولسه هيتكثف ب 38 درجة، فهو داخل ب 38 درجة. والتمبريتشر بتاعت الكوندنسيت اللي هو بعد ما اتكثف تحت خرج بكام؟ تي 2 33 درجة، يعني هو باشمهندس دخل ب 38 وعملنا الحرارة دي كلها عشان يقل 33 بس، بس خد بالك ان هو حول الفيز الاول من فيبر لليكويد بعد كده قلل كمان 5 درجات يعني. مدينا ايه تاني؟ بيقول لنا الام دوت ستيم اللي هو الماس اوف ذا كوندنسيت اللي هو الماس الفلويد اللي اتكثف اللي هو في الاخر يعني الستيم بكام الرقم ده؟ ب 1900 كيلوغرام في الساعة. هو بيقول لك الماس اوف ذا كوندنسيت بير اور في كل ساعة بيتكثف 1900 كيلوغرام، يبقى كأنها ام دوت ستيم بكام؟ 1900 كيلوغرام في الساعة، صح كده؟ وفي نفس الوقت الماس اوف ذا كولينج ووتر بير اور اللي بيعدي من الكولينج ووتر في الساعة 120 طن، فكأنه بيقول لك ان الام دوت ووتر ب 120، تعالى اكتبها بقى كيلوغرام، 120 طن يعني 120,000 كيلوغرام في الساعة. تمام كده. وبيقول لك الانلت تمبريتشر للكولينج ووتر اللي هي تي ووتر ان 17 درجة، واكيد طبعا سخنت وخرجت بتي ووتر اوت كام؟ 26 درجة. هو عايز ايه؟ عايز حاجتين، عايز حاجتين ايه هما؟ اول حاجة الستيت عند القلت يعني من الاخر هاتلي الاكس واحد بكام، دي الستيت بتاعته. وعايز ايه؟ عايز الماس اوف اير كتلة الهواء اللي موجودة
بير كيوبيك متر في المتر مكعب من حجم الكوندنسر. المطلوب التاني ده انا متأكد انت مش فاهم فيه اي حاجة، هنشرحه بالتفصيل واحنا شغالين في الحل. خلاص كده نبدأ الحل بتاعنا. الفكرة هنا يا شباب، أول حاجة هو مديني البي فيكيوم بكام والبي اتموسفيرك بكام، فاحنا اتفقنا بالمعلومتين دول ممكن أجيب الضغط جوه الكوندنسر بكام، صح كده؟ هيبقى البي كوندنسر الأبسوليوت هو بي اتموسفيرك ناقص ايه؟ بي فيكيوم، مش شرحنا السكشن اللي فات، بيساوي كام الكلام ده؟ بي اتموسفيرك بكام؟ هو كان مديني اللي هي ب76.3 سنتيمتر زئبق، والبي فاكيوم كان مداني بكام؟ كان مدهاني ب70 سنتيمتر زئبق، يعني من الاخر البي ابسليوت ب6.3 سنتيمتر زئبق. فده الضغط الجوي، اسف الضغط الابسليوت بتاع الكوندنسر بس بوحدة ايه؟ سنتيمتر زئبق. احنا يعني طبعا مش شغالين بيها، شغالين بالباسكال او بالبار، فبنحولها ازاي؟ بقانون رو جي اتش، الرو للزئبق 13600 والجي معاك 981، والاتش لازم تكون بالمتر، فهي 6.3 سنتي نحولها متر، يعني اضربها في 10 ناقص 2 هيطلع معاك الكلام ده بكام؟ 8.4 كيلو باسكال. ده الضغط جوه الكوندنسر. احنا قلنا عارفين دايما ان هو بيكون رقم من كام؟ من حوالي مثلا 4 5 6 7 لغاية 10 كيلو باسكال يعني. طيب ماشي، احنا كده جبنا الضغط جوه الكوندنسر. تعالى بقى، كان في طريقة تانية كنا بنجيب بيها ضغط جوه الكوندنسر، ان انا مديك التي ساتيوريشن هنا صح؟ اللي هي ب 38. طب ما دي ساتيوريشن دي احنا كنا متعودين ان احنا بنخش بيها عند التي ساتيوريشن دي نجيب ايه؟ البي ساتيوريشن بتاعها بكام؟ وبيكون ده الضغط جوه الكوندنسر. طب ما تيجي نجرب الحوار ده. لو انا مديك ان التي ساتيوريشن ب 38 درجة، فنقول البي ساتيوريشن عند ال 38 درجة هيطلع بكام؟ المفروض ده بيكون هو ضغط الاستيم جوه الكوندنسر، اللي هو لازم يكون ضغط الكوندنسر هو كمان، صح كده؟ لو عملنا الكلام ده ودخلنا الجدول ندور على ال 38 درجة، البي ساتيوريشن بتاعها بكام؟ نفوجئ ان هي ب 6.68 كيلو باسكال، يعني اقل من الضغط جوه الكوندنسر. ايه بقى الحوار ده؟ يعني ضغط الكوندنسر اعلى من ضغط الاستيم. ده ملوش غير معنى واحد بس، ان الكوندنسر في حاجة تانية غير الاستيم. ايه بقى الحاجة التانية دي؟ في حاجة بس عايزين نراجع كده الأول علينا ان احنا اوريدي فاهمينها. في حاجة خدناها في الكيمستري زمان بتقول لك اللي هي دالتون لو، اللي هي كانت لو انت مثلا نديها مثال سهل، لو انت مثلا عندك عارف البي اتموسفيرك بنقول كام يا باشمهندس؟ البي اتموسفيرك ده تقول لي 1 بار. الواحد بار دي معناها ايه؟ هل ده معناه ان ضغط الاكسجين اللي في الضغط اللي في الجو بضغط 1 بار برضه، وضغط النيتروجين ب1 بار، وضغط الهيليوم ب1 بار، وشوية الأوزون ب1 بار، وهكذا؟ لأ، مش معناه كده. معناه إن ضغط ال O2 زائد ضغط ال N2 زائد ضغط مش عارف مين في الآخر خالص، كل مكونات الهواء يديك في الآخر خالص إيه؟ ال1 بار ده. بحيث إن ضغط كل واحد من دول كنا بنسميه ساعتها بنسميه البارشيال بريشر بتاع الأكسجين مثلا. يبقى البارشال بريشر بتاع الاكسجين زائد البارشال بريشر بتاع النيتروجين زائد البارشال بريشر بتاع كل مركبات الهواء كلهم على بعضهم لبعد ما نجمعهم يدوك الكام؟ ال1 بار ده، صح كده؟ بنفس الكونسبت بالظبط. لو انا قلت لك دلوقتي ان ضغط الكوندنسر كله على بعضه قسته بعداد ضغط طلع 8.4 كيلو باسكال، اهم اللي انا جايبهم دول من هنا، في حين ان ضغط الاستيم بس جواه، انا متاكد ان ضغط الستيم ده ادام بيحصل له تشنج في الفيز، وهو بيحصل تشنج في الفيز كدرجه حراره 38، فاكيد ضغطه كام؟ هو البي ساتيوريشن بتاعته اللي هو بكام يا وحش؟ 6.68 كيلو باسكال. يعني في من ده كده 6.68 كيلو باسكال ستيم، هم بقيت ال 8.4 دول راحوا فين؟ قلت لك قبل كده او قلت لك السكشن اللي فات، نتيجه ان الضغوط جوه الكوندنسر بتكون قليله جدا 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 عن ضغط الاتموسفيرك، فغصب عني في وقت من الاوقات بيحصل ليكج للهواء جوه. ده طبعا ما بكونش عايزه بس غصب عني بيحصل. ليه غصب عني بيحصل؟ ان اي وصله الجاسكت اللي بتركب عليها، سواء انت بتعمل بتوصل مثلا بالبايب مثلا بالحته دي، فبيكون في بينهم زي وصله كده
عشان تعرف توصل الاتنين دول من بعض. ساعات الوصله دي بيكون فيها تسريب، فطبعا بما ان الضغط جوه اقل بكتير جدا من الضغط بره، فيحصل التسريب لجوه. التسريب اللي جوه ده دخل كميه هواء، بقى الكوندنسر دلوقتي فيه ستيم وفيه هواء، مجموع ضغط الهواء على ضغط الستيم يديك الايه، ضغط الكوندنسر كله. ضغط الكوندنسر كله على بعضه 8.4، وضغط الستيم بس 6.68. يبقى ضغط الهواء بكام؟ الفرق بينهم معنى كده ان في اوريدي ماس الهواء موجود جوه ايه، جوه الكوندنسر. بيقول لك بقى فيه بكام، ده كان المطلوب التاني. خلاص كده، تعالى نرجع هنا تاني. معنى الحركه اللي انا قلتها دي ان ضغط الكوندنسر ادام هو اعلى من البي ساتيوريشن عن درجه حراره التكثف، فانت كده عندك اير جوه الكوندنسر بتاعك. عرفت منين؟ لان الضغوط غير بعض، الضغوط ده لسه هيتجمع عليه حاجه كمان اللي هو بي اير، يديك ايه، ضغط الكوندنسر كله. فده البارشال بريشر بتاع الستيم اللي هو البي ساتيوريشن، وده البارشال بريشر بتاع الدراي اير. صح كده، لما يتجمعوا على بعض يديك ايه، البي كوندنسر. انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان بس افهمك هو ليه في المساله دي بالذات اداك طريقتين تجيب بيهم الضغط. طريقه تجيب بيهم الضغط بعداد ضغط، يعني حط كده عداد ضغط هنا في الكوندنسر قاس الضغط جوه بكام، وطريقه جابها بان هو جاب البي ساتيوريشن للستيم عند 38 درجه وهو بيحاول في الفيز يكون ضغطه بكام، فطلع 6.68، في حين ان هو اسهل طلع 8.4. يبقى كده في حاجه تانيه معاه جوه الستيم جوه اللي هو ايه، اللي هو الهواء. تمام كده، تعالى نرجع مطلوبنا تاني. ايه المطلوب الاولاني؟ هو عايز الستيت بتاعت الانلت ستيم، عايز الاكس واحد بكام. الاكس واحد دي عشان تجيبها لازم تجيب اتش واحد، صح كده؟ لو جبنا اتش واحد عرفنا بيها اكس واحد. نجيب اتش واحد ازاي؟ هتلاقي دايما بص اي مساله كوندنسر في الدنيا لقيته مديك ام دوت ووتر وتي ووتر ان وتي ووتر اوت، فهو كانه بالظبط كده بيقول لك احسب لي كيو كوندنسر، كيو كوندنسر اسف، بان هو اداك كل حاجه للقانون ده. فلما يديك كده ان هي ام دوت ووتر معاك، يعني نقول كده ان احنا هنحسب الكيو كوندنسر دلوقتي اللي هي ام دوت ووتر في السي ووتر في الدلتا تي ووتر. ام دوت ووتر بكام؟ دي المفروض اللي هي ب 120 ألف على 3600، لأنها كانت كيلو جرام في الساعة، حولناها كده كيلو جرام في الثانية، في 4180 اللي هي السي ووتر. في الدلتا تي كان بيسخن من 17 ل 26، فيطلع معاك الكلام ده بقى 1254 كيلو وات. أنا ليه عملت الخطوة دي؟ لأن أنا عيني على اتش واحد. اتش واحد دي هجيبها بحيث ان انا بعد ما اجيبها اجيب بيها الاكس ازاي؟ احنا عارفين من فوق كده في الحته دي ان اكس واحد هي عباره عن اتش واحد ناقص اتش اف على اتش جي ناقص اتش اف. فلو جبت الاتش اف والاتش جي والاتش اف وجبت الاتش واحد تجيب بيها ايه؟ الاكس. هات لي الاربع حاجات دول، دي موجوده فين؟ في قانون الكيو. طب ودول؟ لا دول سهلين، دول بخش بالضغط. الفكره بقى دلوقتي انهي ضغط اللي اخش بيه؟ ضغط 8.4 ولا ضغط ال 6.68؟ ما هو الاثنين دول ضغطين ينفع اخش باي واحد فيهم واجيب البي، اجيب عند الضغط ده الاتش اف والاتش جي والاتش اف، صح كده؟ هنعمل ايه؟ اول ما تسال نفسك السؤال ده في الامتحان افتكر دايما شرحي في الكوندنسر، وانا بقول لك ان انت كان عندك ضغط جوه الكوندنسر. لو مفيش هواء، لو مفيش هواء موجود، فالمفروض ضغطك جوه الكوندنسر كله الرقم ده اللي هو البي ساتيوريشن، صح؟ وقلت لك من عيوب الكوندنسر، من عيوب الكوندنسر ان انا لما بيحصل ليكج في الهواء، لما بيحصل ليكج في الهواء، الهواء بيخش جوه الكوندنسر فبيزود الضغط جوه الكوندنسر، فالدلتا بي على التربينه بتقل لان هي بترمي في الكوندنسر اللي ضغطه بيعلى، بيعلى لما بيخش جوه هواء. معنى كده ان الضغط اللي خارج من الستيم متاثر بايه؟ اللي خارج اسف من التربينه متاثر بايه؟ بقيمه الضغط بعد ما يجمع عليه ضغط الهواء. يعني يخش بالضغط ده، الضغط الكبير ده اللي هيفضل يعلى طول ما انا بدخل هواء، طول ما يحصل ليكج في الهواء. عند الضغط ده اجيب الاتش اف والاتش جي. تمام كده؟ بعد ما تجيب الاتش اف والاتش جي فانت كده معاك الاثنين فاليو دول. ناقص لك بس اتش واحد عشان تجيب الايه؟ الاكس واحد. طب الاتش واحد تجيبها ازاي؟ خلاص المساله اتحلت اصلا. لو مش مركز كده دي جبت الكيو، الكيو دي هنساويها بام دوت ستيم في اتش واحد ناقص اتش اتنين. ام دوت ستيم كان هو مديها لك، اتش واحد انا عايزها عشان ارجع اقعد بيها فوق في الاكس، اجيب في القانون بتاع الاكس اجيب بيها الاكس. اتش 2 اجيبها منين؟ مفيش اسهل منها برضو. كان بيقول لك ان انت خارج ب تي كوندنسيت اللي هي تي 2 33 درجه، واكيد خارجين سب كولد، فاجيب الاتش 2 دي ازاي؟ لا اما اخش كده والستيم، يعني دي كده ليها حلين، لا اما اجيبها اتش اف عند 33 درجه، لا اما اجيبها ايه؟ سي ووتر في ال 33 درجه.
سي تور دي بكام؟ ب 4.18. ليه عوضت انا ب 4.18 من 4180 عشان تطلع لي بالكيلو جول لكل كيلو جرام؟ والله بالطريقه دي او بالطريقه دي هتجيب الاتش 2 بكام، معاك الاتش 2 ومعاك كلها بكام، ومعاك الام دوت ستيم اللي هو كان مديها لك اللي ب 1900 كيلو جرام في الساعه، نحوالي طبعا كيلو جرام في الثانيه، جبنا الاتش 1. اول ما تجيب الاتش 1 ترجع تضعف فيها في القانون اللي فوق تجيب بيها ايه اكس 1. عشان بس هتزيد كده شويه ارقام، ان لما دخلنا بالبي كوندنسر اللي هو 8.4 كيلو باسكال جبنا الاتش اف والاتش جي، تلاقي معاك الاتش اف ب 177، وما جبناش بقى الاتش جي، احنا جبنا الاتش جي ناقص الاتش اف كلها على بعض بكام، اللي احنا كنا بنسميها في السيرمو ايه اتش اف جي، صح كده؟ لان الاتش اف جي كلها على بعض 2405، طبعا كيلو جول لكل كيلو جرام زي دي كده. بعد ما نجيب الاتش اف والاتش جي احنا عارفين ان الاكس واحد هي عباره عن ايه اتش واحد ناقص اتش اف على اتش جي ناقص الاتش اف اللي هي ايه اتش اف جي، وانا جبت من هنا اتش واحد، جبت المعادله دي كده اتش واحد، طلع معانا من هنا اتش واحد 2513 كيلو جول لكل كيلو جرام. نراجعين معوضين بيها هنا، وانت معاك الاتش اف والاتش اف جي تقوم جايب بيها اكس واحد بكام، تطلع معاك ب 0.9734 يعني ميكتشر. يبقى احنا عملنا ايه بسرعه كده، احنا كنا عايزين نجيب اكس واحد، اكس واحد اللي موجوده في القانون ده اتش واحد ناقص اتش اتش اف على اتش اف جي. طب اتش اف واتش اتش دي اتش اف واتش اف جي دي اجيبها منين؟ عند الضغط بتاع نقطه واحد. ضغط نقطه واحد دي جاي منين؟ اللي هو ضغط هو الكوندنسر. طب ضغط هو الكوندنسر ده اخد البي ساتوريشن لوحدها ولا البي ساتوريشن واجمع عليها البي اير اللي هو اجيب بيها البي كوندنسر كله على بعضه؟ افتكر دايما ان انا قلت لك كل ما بيحصل ليكج للاير كل ما الضغط جوه بيعلى كل ما الفرق بينه وبين قبل التربينه بيقل، فباخد ورك اقل. يعني كده معنى كده ان الضغط بتاع الاير مؤثر معاك، بما ان هو مؤثر معاك يبقى تاخده معاك في الحسابات، يبقى تجمع البي اير على البي ستيم او مره واحده تاخدها من ايه؟ من القانون ده اللي هو بتاع بي كوندنسر بكام؟ بي اتموسفيرك ناقص بي فاكيوم. تاخد ال 8.4 دي يبقى ده كده ضغط ايه؟ نقطه واحد. تقوم داخل بيها جايب الاتش اف والاتش اف جي. يبقى انت عطلان في ايه بس عشان تجيب الاكس واحد؟ الاتش واحد. جبناها ازاي اتش واحد؟ عرفنا ان كيو كوندنسر ام دوت ووتر في السي في الدلتا تي ووتر اللي عليها، جبنا كيو كوندنسر وقمنا مسويينها بناحيه الستيم اللي هي ام دوت ستيم اتش واحد ناقص اتش اتنين. وانا معايا ام دوت ستيم ومعاك اتش اتنين، ليه معايا اتش اتنين؟ لان الخارج كان الخارج ده كان خارج سب كولد بدرجه حراره 33 درجه، يعني الاتش بتاعته بكام؟ 4.18 في 33 درجه. تقوم جايب بيها الاتش ومنها تقوم جايب اتش واحد ومنها تقوم معوض في القانون ده جايب بيها ايه؟ اكس واحد بكام؟ كده ده اول مطلوب. تاني مطلوب عايز ايه؟ عايز الماس اوف اير اللي موجوده في 1 متر مكعب من حجم الكوندنسر. صح؟ احنا دلوقتي اتاكدنا ان في اير، ليه في اير؟ لان ضغط الساتوريشن اقل من ضغط الكوندنسر. يعني لسه في حاجه تانيه غير الستيم جوه الكوندنسر فاكيد في اير. ايه بقى القانون ده؟ هو عايز الام في الواحد متر مكعب، يعني كانه بالظبط عايز ام اير اللي موجوده في 1 متر مكعب، يعني كانه عايز الدنستي بتاعت الاير، لان ماس اي حاجه في الواحد متر مكعب هو تعريف الدنستي، صح كده؟ طب دنستي الاير دي اشتغل بيها ازاي او اجيبها ازاي؟ ما دنستي الاير دي يا باشمهندس هو ايديال جاز. هو بيقول لك الايديال جاز ده الدنستي بتاعته هي بي على ار في تي، صح؟ لان بي في الفي ايكوال ام ار تي، يبقى ام على في ايكوال بي على ار تي. طب حلو، يبقى رو اير هي عباره عن البي بتاعت الاير في الار بتاعت الاير في التي بتاعت الاير. اسهل حاجه الار بتاعت الاير، الار بتاعت الاير بكام؟ ب 287، صح كده؟ الجاز كونستنت بتاعت الاير. طب بي الاير الضغط بتاع الاير جوه الكوندنسر بكام؟ انا مش معايا ضغط الاير جوه الكوندنسر بكام، بس انا معايا الضغط التوتال اللي هو 8.4 ومعايا ضغط الستيم بس اللي هو 6.68، اكيد الفرق بينهم هو ايه؟ ضغط الاير بس، لان الاير لما اتجمع الستيم اداك الايه؟ ال 8.4. فننزل كده نكمل. يبقى انت كده عرفت ان بي اير ده عباره عن ايه؟ بي اير عباره عن ال 8.4 ناقص ال 6.68، طبعا الكلام ده كان بالكيلو باسكال والقانون ده بنعوض بيه بالباسكال بس، فنضرب في 10 اس 3. طب اخر حاجه التي اير اجيبها ازاي؟ التي اير ده درجه حراره الاير جوه الكوندنسر. طب هي اصلا درجات الحراره جوه الكوندنسر بكام؟ والله درجات الحراره جوه الكوندنسر كان في حته 38 اللي هي التي ساتيوريشن، وكان تحت وهو خارج كان 33. ففي حته جوه الكوندنسر درجه حرارتها 38 وفي حته درجه حرارتها كام؟
33. طب اير هو ده ولا ده؟ الاير الاثنين مع بعض، فممكن ناخد راحه على الافريج، نقول مثلا درجه حراره الاير هو ال 33 زائد ال 38 على الاثنين، وفكر في الكلام ده هيطلع لك رقم بالسيليزيوس، لكن القانون ده معاه بي بالكلفن، لان هو بي في ايكوال ام ار تي ايكويشن اوف ستيت، فنجمع عليها 273 يطلع معاك ان تي اير من كل ده 308.5. نعوض هنا وحش يطلع معاك ان دينستي الاير 4.01995 كيلو جرام لكل متر مكعب. يعني بمعنى صح كده كل واحد متر مكعب فيه كام كيلو جرام؟ الرقم ده، وده اللي هو كان طلبه، الواحد متر مكعب فيه كام كيلو جرام اللي هو تعريف الدينستي. خلاص كده ده السؤال رقم 5. السؤال رقم 6 مش هنحله كله، هنحله كله الا المطلوب ده، تمام؟ وفي مطلوب شبه ده برضه في السؤال رقم 8 ما تحلوش، لان المطلوب ده يعني هتفهمه اكتر لما نشرح الكولينج تاور اللي هو الشابتر الجاي ان شاء الله، تمام كده؟ تمام. نشتغل على النص اللي فوق بس الاول منها، يعني نشتغل على النص اللي فوق بس من السؤال. بيقول لك ايه السؤال ده؟ بيقول لك انت عندك سيرفيس كوندنسر برضو، كانت الكوندنسك سيرفيس يعني الاريا بتاعته من بره اللي بيحصل عليها كوندنسيشن، الاريا اوت كانت ب 280 متر مربع، وقال لك الكوندنسر ستيم بير يونت اور بير اور اسف ب 13.6 طن. فكانه بيقول لك ان الام دوت ستيم ب 13.6 طن في الساعة، اللي هي يعني لو جيت تحولها 3.77 كيلو جرام في الثانية. خلاص كده؟ وقال لك الفاكيوم في الكوندنسر من فوق، هو كان عنده عدادين ضغط، عدادين ضغط، عداد ضغط في الكوندنسر من فوق وعداد ضغط في الكوندنسر من تحت. عداد الضغط اللي في الكوندنسر من فوق كان قال 72.3 سنتيمتر زئبق، فالبي فاكيوم فوق اللي كده كده البي فيكيوم تحت هستعمله في المطلوب اللي هو احنا قلنا نلغيه، فما احنا كاننا في السؤال ده اللي هنحله النهارده يعني مفيش بي فيكيوم واحد وبي فيكيوم اثنين، فبي فيكيوم بس. فالبي فيكيوم ده كانت ب 72.3 سنتيمتر زئبق، تمام؟ وقال لك المحطه دي كانت موجوده في مكان الضغط الجوي اللي فيه متمثل ببارامتريك بريشر بي اتموسفيرك ب 75.9 سنتيمتر زئبق برضه. فكانه بالمعلومتين دول كده اداك ايه؟ البي كوندنسر زي ما نحسب يعني. وقال لك التمبريتشر بتاعت الكوندنسيت، مش الكوندنسيشن، الكوندنسيت اللي هو بعد ما اتكثف وخارج في الهوت ويل وداخل على الترومبا ب 27.2، فدي كنا بنسميها دايما التي 2 اللي كانت خارجه من تحت بكام دي؟ 27.2 ديجري سيلسيوس. وقال لك الانلت والاوت للتمبريتشر اوف ذا كولينج ووتر، فمديك التي ووتر ان ب 17.8 ديجري سيلسيوس، والتي ووتر اوت ب 27.2 ديجري سيلسيوس، تمام كده؟ والاماونت اوف كولينج ووتر الام دوت ووتر، دايما بحب اكتب الثلاثه دول كده جنب بعض عشان اعرف اشتغل ازاي. ام دوت ووتر بكام؟ 845 طن في الساعه. تمام كده؟ بيقول لك بالداتا اللي عندك دي احسب لي حاجتين، ده اللي احنا هنحله بس النهارده السؤال ده. يعني ايه بقى الحاجتين دول؟ اول مطلوب فيهم غريب شويه، بيقول لك اللوس اوف هيت. ايه اللوس اوف هيت دي؟ يقصد بيها كيو كوندنسر اللي هي حصل فيها لوس اوف ستيم وخرجت بره الاتموسفيرك اللي انا نقلتها للميه يعني بمعنى صح. فهو عايز الكيو كوندنسر بس، كمل كده بيقول لك بير كيلو جرام اوف ستيم كوندنسد، يعني عايز اللوس اوف هيت لكل كيلو جرام ستيم كثف، يعني كل كيلو جرام ستيم هو بيتكثف طرد هيت قد ايه. يعني بمعنى صح عايز كده حاجه، عايز حاجه اليونت بتاعتها كيلو جول لكل كيلو جرام، كل كيلو جرام اتكثف طرد كام كيلو جول. دي هنجيبها ازاي؟ هنجيبها من كيو دوت كوندنسر على ام دوت ام دوت ستيم. ازاي الكلام ده؟ الكيو دوت كوندنسر دي هي بالكيلو وات، يعني بالكيلو جول في الثانيه. طب والام دوت ستيم هي الكيلو جرام في الثانيه، هتلاقي دي راحت مع دي يبقى لك ايه؟ كيلو جول لكل كيلو جرام. فالانرجي اللي اتطردت لكل كيلو جرام اتكثف هو هو الكيو دوت كوندنسر على ام دوت ستيم، تمام كده؟ فده المطلوب الاول. هنجيبه ازاي؟ انا اجيب ده واقسمه على ده، ده كده كده كان مديهولك، يبقى ناقص ان انا اجيب ده بس، تمام كده؟
المطلوب التاني بيقول لك ايه؟ عايز الافريج كوفيشنت اوف هيت ترانسفير اللي هو ايه؟ اليو. تمام كده؟ بعد كده من اول هنا، من اول هنا كده وانت ماشي، ده السؤال يعني النوع بقيه المساله اللي مش هنحلها النهارده. تمام؟ ماشي، ايه المطلوب بتوعنا؟ هو عايز الكيو دوت ستيم او كوندنسر على ام دوت ستيم، وعايز اليو، صح كده؟ تعال نشوف دي الاول هنجيبها ازاي. دي عشان تجيبها محتاجين ام دوت ستيم وهو مدهاني، ومحتاجين الكيو كوندنسر. طب الكيو كوندنسر هجيبها ازاي؟ قلت لك دايما طول ما انا مديك ام دوت ووتر والتي ووتر ان والتي ووتر اوت، تعرف ان انا ممكن احسب بيه ايه؟ كيو كوندنسر. ازاي؟ ان الكيو كوندنسر هي ام دوت ووتر في السي ووتر في الدلتا تي اللي على الميه، صح كده؟ الام دوت ووتر، الام دوت ووتر كانت بكام؟ كانت ب 845 طن في الساعه. بعد ما تحولها هتلاقيها اللي هي 234 كيلوغرام في الثانيه. في السي ووتر اللي هي 4180، تمام كده؟ في الدلتا تي ووتر هي كانت داخله ب 17.8 وخرجت 27.2، فاللي خارج ناقص اللي داخل هيطلع من الشكل ده كده، ان الكيو كوندنسر. تمام؟ ده الكيو خرجت من الستيم، من الستيم. الكيو خلاص دي ادام جبتها، يبقى انت ممكن تحسب الكيو دوت كوندنسر على الام دوت ستيم، صح كده؟ ازاي؟ الرقم ده 9222 و6 من 10 وسيبها كيلو وات زي ما هي، ما تحولهاش، كيلو جول في الثانيه. لو قسمناها على ام دوت ستيم بالكيلو جرام في الثانيه هتلاقي طلعت لك ايه؟ الرقم اللي انت عايزه اللي هو بالكيلو جول في كل كيلو جرام. طب الام دوت ستيم دي جايبها منين؟ هتلاقي ان هو كان مديك الام دوت ستيم 3.77% كيلو جرام في الثانيه. فدي كده 3.77 كيلوغرام في الثانية. فانت معاك الباست والمقام، تقوم جايب بيها ايه الفاليو دي كلها كده بكام؟ ده أول مطلوب. يبقى كل كيلوغرام وهو بيتكثف طلب هيت قد ايه؟ خد بالك من حاجة، يعني كنت ممكن تجيبها بطريقة تانية لو انت فاهمها. الرقم ده كده لو بتسأل انت ازاي يجي على دماغك او كده، هو الكيو دوت بتساوي ام دوت في اتش واحد ناقص اتش اتنين، صح كده؟ وهو عايز الانرجي اللي اطردها عشان يكثف 1 كيلو جرام، صح؟ طب ما دي الانرجي اللي هو كان داخل بيها، ودي الانرجي اللي هو خرج بيها، فالفرق بينهم هو ايه؟ الانرجي اللي طردها. بس خد بالك من حاجه، الفرق ده كان بالكيلو جول لكل كيلو جرام، وده بالكيلو جول لكل كيلو جرام. فالصح في معلوماتنا ان الفرق ده هو الانرجي اللي طردها عشان يكثف كيلو جرام واحد، صح كده؟ فلو جيت تسال نفسك، هو انا اجيب ازاي اتش 1 ناقص اتش 2 اللي هو اصلا كده هو عايزه، يعني هو كده من تعريف اللي هو قاله ده لما كل عمليه يوصف لك من اول هنا، ده احسب لي اللوس اوف هيت بير يونت كيلو جرام في ستيم كوندنس. لما يرجع يحكي الحاجه دي كلها كانك لو انت فاهم هو عايز اتش 1 ناقص اتش 2. طب هي اتش 1 ناقص اتش 2 دي جايبها منين؟ هي كيو دوت عليها نص ستيم. تمام كده؟ فدي طريقه ثانيه يعني عشان لو دي ما جاتش في دماغك. ماشي، المطلوب الثاني كان عايز ايه؟ كان عايز اليو. اليو موجوده في قانون الكيو الثالث اللي هو الاريا في اتش، الاريا في اليو في الدلتا تي لوغاريتمك مين. فانت عارف ان الكيو دلوقتي اللي هي معاك قيمتها اللي هي 9222.6 كيلو وات اضرب في 10 اس 3، يبقى انت معاك الكلام ده كله بيساوي ايه؟ بيساوي السيرفيس اريا او الاوتر اريا، الاثنين صح، في اليو اوت في الدلتا تي لوغاريتمك مين. دي هو كان مديها في السؤال، كانت جيفن، كانت ب 280 متر مربع، كانت اول مطلوب، كانت اول جيفن في السؤال. يبقى احنا عشان نجيب دي محتاجين دي بس، صح كده؟ طب ودي بتيجي ازاي؟ من ديستريبيوشن، قانون الدلتا تي لوغاريتمك مين، هو الدلتا تي واحد ناقص الدلتا تي اتنين على لين دلتا تي واحد على دلتا تي اتنين. طب انا اجيب الدلتا تي واحد ودلتا تي اتنين ازاي؟ فبنرسم الديستريبيوشن. فاحنا كنا داخلين بتمبريشر معرفهاش، صح كده؟ وهنا ما اتكلمش يعني ما في اتنين جيفن ما استعملناهمش لغايه دلوقتي، اللي هو البي فاكيوم والبي اتموسفيريك، فمنها اعرف البي ايه؟ كوندنسر. ازاي الكلام ده؟ ان البي كوندنسر هو البي اتموسفيريك ناقص البي ايه؟ فاكيوم. دي كانت
كام في السؤال؟ كانت 45، 75.9 سنتيمتر زي بقى طبعا، ودي كانت ب72.3، فالفرق بينهم اللي هو 3.6 سنتيمتر زي بقى. بعد ما نحوله للباسكال هيطلع 4802 باسكال. نمسك الضغط ده اللي هو دلوقتي ضغط الكوندنسر، نخش نجيب بيه ايه؟ التي ساتوريشن. كده انت عرفت ان التي ساتوريشن جوه ب 32 درجة. يبقى من الاخر كده الستيم كان بيطرد هيت، التي ساتوريشن بتاعته بكام؟ ب 32 درجة. الستيم ده هل خرج تي ساتوريشن ولا نزل سب كولد؟ هتلاقي ان هو قال لك ان تي 2 ب 27.2، وانت عندك تي ساتوريشن بكام؟ ب 32، فكانها بالظبط حصل سب كولد لغايه ما وصلت لغايه كام؟ 27.2، في حين ان المايه كانت داخله ب 17.8 وسخنت كده وخرجت بتي ووتر اوت اللي هي 27.2. فده كده الدلتا تي 1 وده الدلتا تي 2. يبقى انت كده معاك الدلتا تي 1 الدلتا تي 2، تجيب الدلتا تي لوجاريتمك مين؟ هتطلع معاك الدلتا تي لوجاريتمك مين؟ تمبريتشر ديفرنس 6.91 ديجري سيلسيوس. ترجع تعوض بالرقم ده هنا يديك ان اليو اوت ب 4766.7 وات لكل متر مربع كلفن. فاهم كده؟ رقم 7 بصراحة يعني سؤال كويس ولامم حاجات كتير. رقم 7 بيقول لك انت مطلوب منك انك تعمل ديزاين، تمام كده، لكوندنسر موجود في محطة الكهرباء. الكوندنسر ده متركب بعد تربينة متوصلة بجنريتور. الجنريتور ده بيطلع 3 ميجا وات كهرباء. بيقول لك اعمل اي اسامبشن انت عايزها، والكلمة دي مهمة جدا لأن احنا في assumptions كتيرة جدا هنعملها واحنا شغالين، تمام كده، عشان تطلع لي عدد التيوبس الكام وانت عندك كام باص وكأنك بتفهم الكوندنسر. يعني بدي بقى شوية داتا، بيقول لك لو جينا مثلا نرسم كده الشكل اللي هو بيديه لنا، دي مثلا كده رقم 1 ودي 6.2 ودي 6.3. تمام كده، والتربينة اهي متوصلة على الجنريتور بتاعنا وبتطلع الكهرباء. الثري فيز اللي طالعين دول الباور بتاعتهم 3 ميجا وات، فكأن كده في الجيفن عندنا ان انت عندك ان الورك دوت اللي خارج من الباور من الجنريتور هو 3 ميجا وات. ماشي، عندك تاني مديهولك بيقول لك ان الستيم كان داخل التربينه عن 30 بار و380 ديجري سيلسيوس، فكانه كده بيقول لك ان بي 1 ب 30 بار مش شغاله على ضغط عالي قوي يعني، والتي 1 ب 380 ديجري سيلسيوس. وبيقول لك ان الكوندنسر فاكيوم، البي فاكيوم في الكوندنسر 71 سنتيمتر زئبق. وطبعا بما ان ده الفاكيوم يبقى لازم بعد طوله مديك الضغط الاتموسفيري بكام؟ ما ادهالكش، صح؟ عشان كده بيقول لك ايه، ميك اني اديشنال اسامبشن. معظم الضغط الاتموسفيري او اللي احنا عارفينه يعني في اللي عندنا في الطبيعه اللي هو بكام؟ 76 سنتيمتر زئبق. فدي اول اسامبشن عملناها، تمام. بيقول لك الدراينس فراكشن بتاع الاكزوست ستيم ب 89%. ايه الدراينس فراكشن ده؟ اللي هو الاكس بتاع الاكزوست ستيم. احنا عندنا هنا الاكزوست خارج من كذا، الستيم خارج من كذا حته عشان يكون اكزوست، خارج من التربينه وخارج من الكوندنسر. فهو هنا قصده على ايه؟ ترجع تبص كده هتلاقي ان هو مديك كواليتي، مديك كواليتي دي يعني مديك ميكتشر،
ميكتشر ده يعني فيه شويه فيبر وشويه ليكويد، فهو اكيد مش هيطلع من الكوندنسر اللي هو اسمه كوندنسر عشان بيكثف، كل حاجه خارجه منه متكثفه هنا ليكويد، هيكون خارج فيبر، فاكيد المخرج اللي هو قصده عليه هو ايه؟ مخرج التربينه. فكانه بيقول لك كده ان اكس 2 بكام؟ 89%. والانلت والاوتلت تمبريتشر اوف ذا كولينج ووتر بيديك التي ووتر ان ب 24 درجه، والتي ووتر اوت ب 31 درجه، تمام كده. الفلوستي بتاعت الكولينج ووتر، الكولينج ووتر دي ماشيه بسرعه 2 متر في الثانيه. الكوندنسر نفسه متكون من انابيب او بايبس، يعني التيوب الواحده بس الديامتر بتاعتها الانر والاوت، الانر ديامتر ب 20 مللي والاوتر ديامتر ب 22 مللي، تمام. بيقول لك الكومباين ميكانيكال والكتريك افشنسي للجنريتور والكابلنج، يعني في هنا كابلنج والجنريتور ليه افشنسي، الاثنين في بعض لما اضربهم في بعض بيديك ايه ده؟ كومباين، صح كده؟ الكومباين منهم هما الاثنين مع بعض 49 في 94%. بيقول لك وانت بتصمم الكوندنسر ايا كان عدد الباس اللي انت هتحتاجه كديزاينر، يعني ما ينفعش تطول البليت، ما ينفعش تطول البايبس، يعني لو ده كده الكوندنسر بتاعك ايا كان بقى هو كام باس، ما تخليش المواسير اللي في النص دي طولها ازيد من 3 متر، لازم تكون ايه؟ اقل منها، الماكسيم بتاعها يكون 3 متر، تمام كده. وفي الاخر خالص بيقول لك انت عندك كام باس، يبقى هو كده عايز ايه؟ عندك كام باس وعندك كام ماسوره، ده مطلوب. هو كده مديك مديك الديامترز وكده، هو بس الكريتيكال بالنسبه له ان هو ما يكونش اللينس بتاعه اكبر من 3 متر. يعني مثلا يعني ليه الكلام ده؟ ممكن يكون مثلا محطوط في محطه او حاجه، المكان اللي هيستوعب الكوندنسر ده، الحيز اللي هيتحط فيه، في مثلا اجهزه تانية على يمينه واجهزه على شماله، المسافه بينهم مش هتستحمل حاجه اكتر من 3 متر. ده يعني ده اللي قصده في السؤال ده مثلا، وهكذا. احنا عايزين دلوقتي عايزين نصمم. ففي الاول خالص بس احنا البي كوندنسر والبي اتموسفير ده عارفين ان احنا هنجيب بي كوندنسر، فتعالى نجيبه كده. هيبقى البي كوندنسر بيساوي كام؟ بيساوي البي اتموسفيرك ناقص البي فاكيوم. البي اتموسفيرك بكام؟ احنا افترضنا ان هو 76 سنتيمتر زيبق، والبي فاكيوم كان هم مديهوني ب 71، فمش كده كده عرفنا ان البي كوندنسر ب 5 سنتيمتر زيبق. طبعا احنا مش شغالين باليونت دي، لو جينا نحولها هتلاقي 6670 باسكال، او يعني بور اللي هي 6.6 كيلو باسكال، تمام كده. ماشي، هنا كان مديني كام ستيت مختلفة؟ كان مديني معلومات عن ستيت واحد، ومعلومات عن ستيت اتنين، ومعلومات عن ستيت تلاتة. تعال نجيب كل المعلومات دي، نجيب فيها ايه؟ الاتشات، لان احنا محتاجينها سواء في ورك التربينة او محتاجينها في الكيو كوندنسر. فتعالى كده نتكلم على مثلا ستيت واحد. ستيت واحد دي اعرف عنها ايه؟ اعرف عنها ان البي واحد ب 30 بار، والتي واحد 380 ديجري سيلسيوس، صح كده؟ عشان نجيب الاتش واحد عندنا حل من الاثنين، يا اما اخش الاتش اس شارت عند الضغط 30 بار ودرجة الحرارة 380 ديجري سيلسيوس، او اما كده واخد النقطة دي اللي هتبقى نقطة واحد، واقوم داخل ايه؟ قال لي الاتش بكام؟ لا اما لو انا شغال جداول بس عند ال 300 عند ال 30 بار دي، اخش اجيب التي ساتيوريشن وقارنها بال 380، هلاقي ان هي ايه؟ سوبر هيتد، لان دي 380 هتكون اكبر منها. نقوم داخلين جداول السوبر هيتد بالضغط والتمبرشر دي، اقوم جايب الاتش. سواء الطريقة دي او الطريقة دي هتلاقي ان الاتش طلع معاك بكام؟ 3185 كيلو جول لكل كيلو جرام، تمام كده؟ دي اتش واحد هنا. طب اتش اتنين اجيبها ازاي؟ اتش اتنين دي هتلاقي مديك معلومات ان هو ايه؟ اكس اتنين 89%، تمام كده؟ بس المعلومة الواحدة ما بتجيبش الخواص كلها، لازم معلومة تانية معاها. بس بما ان هو اداك اكس اتنين وانا عايز اجيب الاتش، فانا كده يعني عرفت القانون هشتغل بيه اللي هو ايه؟ ان هي كانها بالظبط ان اكس اتنين بتساوي اتش اتنين ناقص اتش اف على الاتش اف جي، او اللي هي اتش جي ناقص اتش اف. يعني اخر كده اتش 2 بتساوي اتش اف زائد اكس في اتش اف جي، يعني الاكس 2 اهي معاك اللي هي بكام؟ صح؟ ناقص لك الاتش اف والاتش اف جي، او بمعنى صح يعني خش هاتهولي من الجداول
عند الضغط ده بتاع نقطة اتنين وهجيب اتش اتنين بكام. طب هو اصلا نقطة اتنين دي الضغط عندها بكام؟ نقطة اتنين دي هي مدخل الكوندنسر، مدخل الكوندنسر من هنا، فزي ما انت فاكرين يعني دايما الضغط ده بتاع نقطة اتنين ده هو ضغط الكوندنسر. طب ضغط الكوندنسر بكام؟ اديك جبته قبل كده، 6.6 كيلو باسكال. لما داخلين بستة وستة من عشرة دي كيلو باسكال جداول الستيم، جداول البخار، يبقى عند البي كوندنسر اللي هو 6.6 كيلو باسكال نخش نجيب الايه، ال اتش اف وال اتش اف جي. ال اتش اف هتطلع معاك ب 159 كيلو جول لكل كيلو جرام، وال اتش اف جي اللي هي اتش جي ناقص اتش اف هتطلع معاك ب 2411 كيلو جول لكل كيلو جرام. بعد ما جبت دي وجبت دي هتعوض هنا وتعوض هنا هتجيب اتش اتنين، تبقى اتش اتنين طالع معاك بكام؟ 2304. طبعا هي اقرب لل 2411 ليه؟ لان الاكس عاليه، تمام كده؟ ماشي. عند الست تلاته اللي هي مخرج الكوندنسر وقال لك اعمل اي اسامشن انت عايزها، فانا هفترض ان هعمل اسامشن ان انا خارج منه ساتيوريتد ليكويد زي معظم الكيسز، يعني 99% من الكيسز اللي انت بتحللها في شيت واحد كنت بتكون خارج من الكوندنسر هنا في الحته دي، صح كده؟ اللي هو حضرتك ساتيوريتد ليكويد. فكنا بنجيب الدرجه النقطه الثلاثه دي ازاي في شيت واحد؟ كنا بنجيبها اتش اف عند ضغط الكوندنسر. فلو انت مش مركز هتخش التيبل تاني وتخش تجيب اتش اف عند ضغط الكوندنسر اللي هو 6.6 تجيبها بكام، مع انك جبت سحلب 7 فوق اهي ودخلت قبل كده، فهي 159 كيلو جول لكل كيلو جرام، ودي كام؟ اتش 3. كده انت معاك ايه؟ اتش 1 واتش 2 واتش 3 زي ما كده بالظبط كده مسائل الشابتر 1. فانت معاك اتش اف ممكن تعرف المسائل كلها زي ما انت عايز. ليه؟ لان هو انا عايز ايه في الاخر؟ انا عايز ايه في الاخر؟ انا عايز اصمم، صح؟ التصميم ده مش موجود قوانين ليه، او يعني يعني مفيش مدخل ليه زي ما قلت لكم في السكشن اللي فات غير مدخلين. مدخل بيقول لك ان الكيو كوندنسر بيساوي الام دوت ووتر في السي ووتر في الدلتا تي ووتر، ومن الشكل ده كده هتجيب الام دوت ووتر منها هتجيب العدد عدد الانابيب في الباص الواحد، صح؟ قلنا دي سكه، والسكه الثانيه القانون الثالث للكوندنسر اللي هو الاريا سيرفيس في اليو في الدلتا تي، ومن السيرفيس اريا دي وبالمطلوب ده ومع ده كمان بنجيب ايه بقى؟ بقيه حاجات الديزاين، سواء الطول بكام او عدد البايبس كلها على بعض بكام او عدد الباص بكام وهكذا. فدي القوانين اللي هنلعب بيها، سواء القانون ده او القانون ده انا عايز الايه؟ الكيو كوندنسر، صح؟ طب هو الكيو كوندنسر ده نفسه هجيبه ازاي؟ الكيو كوندنسر ليه قانونين تاني غير دول، اسف ليه قانون واحد بس تاني غير ده اللي هو ايه؟ ام دوت ستيم في اتش 2 ناقص اتش 3. اتش 2 واتش 3 دلوقتي احنا جبناهم، طب الام دوت ستيم مش معاك. طب هجيب الام دوت ستيم ازاي؟ هتلاقي بقى ان هو كان مديك جيفن كده الورك اللي كان خارج من التربينه، واديك دلوقتي جبت الدلتا اتش اللي على التربينه، فتقوم جايب من الام دوت ستيم اللي ماشي جوه التربينه، والام دوت ستيم اللي ماشي جوه التربينه هو هو اللي ماشي جوه الكوندنسر، وتقوم معوض بيه هنا في المعادله دي تجيب بيه ايه؟ الكيو كام؟ ترجع تعوض هنا وتعوض هنا تجيب بيه حاجاتك. فحضرتك نبدا منين؟ لازم نبدا بالقانون بتاع ايه؟ بتاع التربن، صح كده؟ هنقول ان ورك التربن اللي هو خرج اللي هو 3 ميجا وات خرج من الجنريتور ده خارج هنا 3 ميجا وات، وبما ان الجنريتور والميكانيكال افشنسي اللي هنا قللوا الرقم اللي كان خارج من التربينه لغايه ما خرج ل 3 ميجا وات، فاللي كان فعلا فعلا خارج من التربينه اللي هو ام دوت ستيم في اتش 1 ناقص اتش 2 اعلى من ال 3 ميجا وات، لان لسه الاول اتضرب في الافشنسي اللي هي 94% طلعت لك ايه؟ ال 3 ميجا وات. طب هو اعلى بقد ايه؟ يبقى احنا هنقسم الرقم ده كده على الافشنسي 94% يديك هو كان اعلى بقد ايه؟ الرقم ده بيساوي كام؟ بيساوي ام دوت ستيم في اتش 1 ناقص اتش 2 ده ب 3 ميجا وات. بس الاتشات دي اللي انا جايبها وحدتها ايه؟ كيلو جول لكل كيلو جرام، فاشتغل وحدتي كلها كيلو وكيلو، يعني دي كده تكون كيلو جول لكل كيلو جرام، وناحية تانية تكون كيلو وات. او عايز تسيستم دماغك مش عايز اضرب كل حاجه بالجول بس، يعني اضرب الاتش دي في 10 اس 3 عشان تكون بالجول لكل كيلو جرام، واضرب ال 3 ميجا وات دي في 10 اس 6، تمام؟ بس يعني الاسهل تضربها كده في 10 اس 3 بس، يبقى رقم بالكيلو وات، وده بالكيلو جول لكل كيلو جرام لما تضربه في الام دوت ستيم هيبقى رقم بالكيلو وات هو كمان. يبقى كده الدايمنشن ما فيهاش مشكله، وانت كده معاك الاتش 1 والاتش 2
ومعاك الورك دوت بكام، تقوم جاي من الشكل ده كده ايه ام دوت اللي هي ام دوت ستيم يعني بكام، هتطلع من الشكل ده كده معاك الام دوت ستيم ب 3 و 63 من 100 كيلوجرام في الثانية. أول ما تجيب دي أرجع أبيع فين؟ في القانون ده إن الكيو كوندنسر هو الام دوت ستيم في اتش 2 ناقص اتش 3. ال اتش 2 وال اتش 3 زي ما احنا قلنا احنا جايبين كل الاتشات خلاص، والام دوت ستيم اللي جبتها دلوقتي يطلع معاك من الكلام ده ان الكيو كوندنسر نفسها بكام؟ 87 ميجا وات. يعني انا عشان اطلع 3 ميجا وات رميت 87 ميجا وات، فده كده يديك طبعا يعني زي استيميشن كده او شكل الكفاءه عامله ازاي للسايكل دي. ده زي ما قلت لك هي سايكل صغيره يعني ما كانش يهمه قوي فيها الكفاءه يعني. المهم احنا جبنا الكيو كوندنسر بكام؟ الكيو كوندنسر دي نفسها هساويها مره بالقانون ده ومره بالقانون ده. تعال نشتغل على القانون اللي فوق الاول، ولازم اشتغل على القانون اللي فوق الاول زي ما قلت لكم في السكشن اللي فات. ليه؟ فكيو كوندنسر دلوقتي لو جيت اشتغل على القانون اللي فوق اللي هو الام دوت ووتر في السي ووتر في الدلتا تي ووتر، هتلاقي ان هو في السؤال ده كان مديك الدلتا تي ووتر بكام؟ كان مديك ان التي ووتر ان ب 24 والاوت ب 31 والسي ووتر ب 4180 صح كده؟ والكيو دوت كوندنسر ب 7.8 ميجا وات اللي هي في 10 اس كام؟ 6. كده انت معاك كل حاجه تجيب بيها ايه؟ ام دوت ووتر بكام؟ دي هتطلع معاك ب 266 و6 من 10 كيلو جرام في الثانيه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي انا ما اعرفش ان عندك كام باص صح كده؟ انا ما اعرفش ان عندي كام باص، وليكن مثلا انا عندي باص واحد بس. الباص واحد بس ده لو انا تصميمي على باص واحد بس فالميه هتبقى داخله من الجنب كده وخارجه من هنا، ده هي باص واحد صح؟ وال 266 و6 من 10 دول اتقسموا على كل عدد المواسير صح؟ تمام. طب واحد عندنا اتنين باص، اتنين باص ده يعني الستيم اسف الكولينج ووتر داخله من هنا وهتلف وتطلع منين؟ من الناحيه الثانيه صح؟ هي وهي ماشيه في النص اللي فوق ده كده بس هيمشي جواها 266 و6 من 10 كيلوجرام في الثانيه ووتر تمام. طب لو انا عندي 3 باص فانا ماشي كده بعد كده كده بعد كده كده صح؟ فالباص الواحد بس اللي فوق المواسير بتاعته هو بس هو بس هو اللي هتمشي فيها 266 و6 من 10 كيلوجرام في الثانيه، لان هو هيمشي كده وبعد كده يلف يمشي في اللي وراها وبعد كده يلف يمشي في اللي وراها، ما ينفعش يمشي في الثلاثه في نفس اللحظه صح؟ القصد من الكلام ده كله ايه؟ ان دايما الام دوت توتر اللي بجيبها دي بتجيب الام دوت توتر ايه؟ بير باص تمام كده؟ انا لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش انا كام باص تمام. طب الام دوت توتر دي مش بتساوي عدد الانابيب بس بما انها في الباص الواحد، يبقى دي كانت تكون عدد الانابيب في الباص اللي هي الرقم ده او الرقم ده او كل الانابيب اللي هنا صح كده؟ عدد الانابيب في الباص الواحد بس في الاريا في الرو في الفي، يبقى في الرو في الاريا بتاعت الماسوره الواحده بس في الفلوس اللي ماشيه في الماسوره الواحده بس. دي كانت بكام؟ كان مديلها في السؤال ان هي مش فاكر كان مديها ولا انت عامل اسامشن، لا كانت ب 2 متر 2 متر في الثانيه. والاريا كروس سكشن اللي هي باي على 4 دايمتر الانر تربيع، وكان مديك ان دايمتر الانر ب 20 مللي صح كده؟ والرو دي ميه في الاخر ب 1000، وانت معاك ان دي كده ب 266 6 من 10 من الشكل ده كده هتجيب ان عدد المواسير في الباص الواحد بس 424 و3 من 10 ماسوره، طبعا مفيش حاجه اسمها 3 من 10 يبقى 425 تيوب في الباص الواحد كده. انا عرفت ان انا التصميم بتاعي عشان يمشي فيه الام دوت دي يبقى الباص الواحد بس هيمشي فيه 425 ماسوره تمام كده؟ ده اخري في الباص الواحد. طب انا بقى عندي كام باص؟ لما تبقى تعرف لي السيرفيس اريا بكام وانت عارف عدد المواسير في الباص الواحد بس بكام، يبقى انت دلوقتي عرفت انت محتاج كام باص عشان تكفي السيرفيس اريا بتاعتك. فهمتوها كده؟ هقول تاني، لما تعرف عدد المواسير في الباص الواحد بس بكام اللي هي من الحسبه دي، الباص الواحد بس
عشان يمشي الماس فلويد دي محتاج 425 ماسوره عشان يمشي بالسرعه دي في الاريا كروس سكشن ده. فانا محتاج للباص الواحد بس 425 ماسوره. طب انا عندي كام باص بقى؟ انت دلوقتي هتكبر كمان شويه على مساحه او اريا سيرفيس معينه. شوف بقى عدد المواسير في الباص الواحد بس دي عشان تغطي لك السيرفيس اريا دي كلها اللي انت محتاجها اللي انت اكبرت عليها، محتاجه كام باص؟ فهمت قصدي؟ تمام، تعال نكمل كده. احنا جبنا عدد المواسير في الباص الواحد، ناقص لنا بس اللي ناقص لنا لغايه دلوقتي انا عندي كام باص؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10؟ تمام كده؟ ايه القانون التاني بتاعنا او الاخير بتاعنا؟ ما عندناش غيره، ان الكيو كوندنسر بتساوي السيرفيس اريا في اليو في الدلتا تي لوغاريتمك مين تمبريتشر، صح كده؟ تمام. الكيو كوندنسر بكام؟ هي نفس الكيو كوندنسر اللي احنا جبناها قبل كده اللي هي كانت ب 87.10 ميجا وات تقريبا. 87.10 ميجا وات. طب والسيرفس ايه؟ لا سيبك منها دي دلوقتي. طب اليو جيبها ازاي والدلتا تجيبها ازاي؟ اليو هتلاقي ليها سكتين، لا اما سكه واحده الاتش ان وواحده الاتش اوت واللي هي الثيرمال ريزيستنس والكلام ده، لا اما في سكه ثانيه كان في كده قانون مدولك في الشيت في مساله من الاسئله كان بيقول لك انت ممكن تعتبر ان اليو هي 3690 في قانون اسمه سي ال في روت سي على 1.524 صح؟ في جذر اس 4 التي افريج على 38 صح كده؟ استعملنا القانون ده السكشن اللي فات وقال لك التي افريج دي هي ال كانت ساعتها تقريبا التمبريتشر بتاعت ايه؟ كانت افريج تمبريتشر للميه يعني التي ووتر ان زائد التي ووتر اوت على الاثنين. هتطلع معاك في السؤال ده الافريج تمبريتشر ب 27.5 وهو عايزها بالسيليزيوس ما تحولهاش كلفن. والسي دي كانت سرعة الماية اللي هي في المسألة هنا كانت باتنين، والسي ال ده كان كونستنت كان جيفن معاك ب 85%. في الآخر أنت معاك كده كل حاجة هنا تجيب بيها اليو كام؟ فاليو تطلع معاك ب 3314 وات لكل متر مربع كلفن. وأنت من حقك تعمل حاجة زي كده في المسألة دي لأن هو قال لك اعمل أي أسامبشن أنت عايزها، فأنت بتصمم. فدي كده فعلا كان الكورليشن ممكن أجيب بيها اليو، كان أنا كديزاينر من حقي أستعملها. تمام كده؟ ماشي. طب الدلتا تي لوريتمك مين؟ هو في الآخر أنت عايز تحسب دي، فانت هات كل حاجه في المعادله الا هي الدلتا تي لوغاريتمك مين. هي الدلتا تي واحد ناقص الدلتا تي اتنين على لين دلتا تي واحد على دلتا تي اتنين. طب اجيب الاتنين دول ازاي؟ من ديستريبيوشن. احنا فرضنا، خد بالك ما تنساش ان انت كنت خارج ساتيوريتد ليكويد صح؟ وانا بحسب ستيب 3 افترضت ان انت خارج ايه؟ اتش اف عن ضغط الكوندنسر، فمعنى كده ما حصلش سب كولينج لحاجه. فالتمبريشر ديستريبيوشن هتلاقي ان هي ايه؟ خط كده بس اسمه تي ساتوريشن، في حين الميه بتسخن من هنا لهنا لان التي ووتر ان تمشي عكسها تخرج ايه؟ بالتي ووتر اوت، وتبقى دي كده الدلتا تي واحد ودي الدلتا تي اتنين، دي مديها لك ودي مديها لك. طب التي ساتوريشن نفسها بكام؟ هتخش تجيبها عند البي كوندنسر. طب احنا جبنا البي كوندنسر امتى؟ اهي عند عند الضغط ده. خش هات التي ساتيوريشن بكام؟ هتلاقي طلعت معاك ب 38 ديجري سيلسيوس، يبقى دي كده 38 وانت معاك التي ووتر اوت اللي هي ب 31 ودي كانت ب 24، تقوم جايب الدلتا تي 1 ودلتا تي 2 وتعوض في المعادله دي هتجيب ان دلتا تي لوغاريتمك مين ب 10.1. كده انت معاك الدلتا تي ومعاك اليو ومعاك الكيو كلها بكام؟ تعرف تجيب الايه؟ توتال سيرفيس اريا للكوندنسر بتاعك. الكوندنسر بتاعك لازم يكون المساحه السطحيه بتاعته من بره كل المواسير في كل الباسز متر مربع، 233 26% متر مربع، طبعا كوندنسر صغير. ماشي. فدي كده كل المساحه السيرفيس اريا لكل الكوندنسر. عشان تنقل الكيو دي محتاج الاريا دي كده كلها. طب الاريا دي تعالى نسال نفس السؤال، هتتغطى ازاي؟ كوندنسر اهو، تعال نفترض مثلا احنا عندنا مثلا عدد احنا مش عارفينه من الباسز، وليكن مثلا عدد مثلا 3 وادي مثلا ممكن يكون في واحد رابع هنا او لا. عشان اجيب السيرفيس اريا لكل الباسز
هجيب السيرفيس اريا اللي في الباص الواحد بس واضربهم في عددهم، صح كده؟ يبقى احنا هنجيب السيرفيس اريا اللي في الباص الواحد واضربه في عددهم، يبقى عدد الباصز، صح كده، في السيرفيس اريا بتاعت الباص الواحد. طب السيرفيس اريا بتاعت الباص الواحد بس بكام؟ هتلاقي الباص الواحد بس وليكن مثلا ده اللي فوق خالص ده، هو في كذا ماسوره كده، صح كده؟ هشوف الباص الواحد بس ده السيرفيس اريا بتاعته بكام، فهو ماسك ماسوره واحده بس جوه الباص الواحد واضربه في عدد مواسير الباص الواحد. طب هو عدد مواسير الباص الواحد بكام؟ انت جبتها قبل كده اللي هي ان بير باص، ودي انت جبتها امتى؟ ب 425، جبناها فوق واحنا بنحسب ام دوت ووتر، صح كده؟ طب ده كده عدد المواسير كلها في الباص الواحد، ناقص بس تضرب ايه في مساحه البايب الواحده بس بكام؟ دي سهله، باي في الديامتر اوت في ال. يبقى احنا كده جبنا الماسوره الواحده في الباص، ضربناها في عدد مواسير الباص الواحد، وبعد كده ضربناهم في ايه؟ عدد الباصات كلها. فدي مساحه الماسوره الواحده في عدد المواسير في الباص الواحد في عدد كل الباصز بكام. تمام، انا عارف الاخ خلاص عايز يجيب ايه، انت عندك كام باص، ده اللي انا عايز اجيبه. فانت معاك الليفت هاند سايد كده رقم بكام؟ وده رقم انت عارفه، والباي معاك، والدايمتر الاوت معاك اللي هي ب 22 مللي. ناقص لك ال ال فانكشن في ايه؟ في عدد الباص. هتلاقي ان هو قال لك في اول السؤال في الجيفن قال لك ما ينفعش الطول بتاعك يزيد عن كام؟ عن 3 متر. لازم ال بتاعتك دي طول الماسوره تكون اقل او بتساوي كتير 3 متر. تعال نفرض الورست كيس ان ال دي بتساوي كام؟ 3 متر، وتعوض في المعادله دي هيطلع معاك عدد الباصز بكام؟ ب 2 و6 2647 من 100 باص. يعني انا تقريبا كده محتاج 2 باص ونص، طبعا مفيش حاجه اسمها كده، انت لا 2 لا 3. تعال نشوف نختار في انهي واحده فيهم الاول. لو اخترنا 2 دي لما كانت 2 و6 من 10 طلعت لك ده ب 3، صح؟ طب لما تبقى ب 2 يعني قللت ده، ايه اللي يحصل في 3 دي؟ تزيد. وهو قال لك الماكسيمم بتاعك كام؟ 3 متر. لا يبقى انا هحطها بدل ما هي 2 اخليها 3 باص، هقرب ال 2 و6 من 10 ده للرقم اللي فوقيها اللي هو 3. لو عملنا كده ايه اللي حصل؟ لو كانت ب 2 و6 من 10 كان الرقم ده بكام؟ ب 3. طب لما تبقى ب 3 لما انا ازود ده ايه اللي يحصل في ال دي؟ هتلاقيها قلت. هتلاقي لما انت تحط 3 باص انت كده عملت كل حاجه بالنظام بتاعتك، جبت عدد مواسير في الباص الواحد بكام، جبت ان عندك كام باص، وفي الاخر طلع لك كمان ال بتاعتك هتكون اقل من كام؟ من 3 متر. خلاص كده؟ فانت كده ديزاينك كان صح. ده مسألة رقم 7، مسألة زي ما قلت لكم كانت لذيذة يعني. مسألة رقم 9 سهلة خالص، بس هي بس عشان بحلها عشان فيها كونسيبت بس ما شفناهاش قبل كده يعني. مسألة رقم 9 دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله انا عايز اقارن بين تصميمين للكوندنسر. تصميمين للكوندنسر، تصميم سنجل باس يعني زي ما اتكلمنا كده الميه بتخش من ناحيه وتطلع من ناحيه ثانيه، وتصميم تو باس المياه بتخش من ناحيه وبتلف في اخر الكوندنسر وبترجع من نفس الناحيه دخلت منها، بس طبعا من مخرج تاني يعني، ماشي؟ بس قال لك بقى خد بالك من حاجه، انا عشان اقارن هخلي الاثنين كوندنسر ليهم نفس السيرفيس اريا، ليهم نفس السيرفيس اريا عشان اقارن بينهم الاثنين من بعض، هخلي الاثنين ليهم نفس السيرفيس اريا. خلاص كده؟ فالسيرفيس اريا للكوندنسر اللي هو السنجل باس هي السيرفيس اريا للكوندنسر اللي هو ايه؟ التو باس، تمام كده؟ ومش بس كده كمان، ده انا هثبت ال ووتر كونديشن، هخلي الميه اللي داخله سواء سنجل باس او تو باس داخله بنفس الكونديشن، يعني داخله بنفس الفيلوستي وبنفس التمبريتشر، بس مش بنفس الايه؟ الماس فلو ريت. خد بالكم من حاجه، الماس فلو ريت مش بروبرتي، البروبرتي دي هي التمبريتشر الدنسيتي الفيلوستي كل الكلام ده على بروبرتي، لكن الماس فلو ريت مش بروبرتي. فانا هدخل نفس ال كونديشن، الكونديشن هو هو نفس السرعه نفس التمبريتشر نفس الدنسيتي وهكذا، لكن مش نفس الماس فلو ريت. وقال لك خد بالك من حاجه، للاثنين عدد المواسير الماكسيمم جوه الكوندنسر كله 20000 ماسوره، تمام كده؟ طول الماسوره واحده بس 12 متر، والديامتر بتاعها بتاع الماسوره واحده بس 2 سم وربع، ده الديامتر الاوتر، اوتر ديامتر. وبيقول لك الكولينج ووتر دي داخله ب 18 درجه طبعا للاثنين، وبسرعه كام؟ 2 متر في الثانيه. حلو كده؟ فيعتبر
تحط كده، تعالى نقرا الكلام ده كده نحط درجات دلوقتي. فاحنا عندنا ال N للاتنين 20,000 تيوب صح كده، والديامتر ما فيش بقى اوتر ولا انر، هو نفسه ما فرقش، فما صغرش انا بقى افرقها يعني. ال كانت ب 12 متر، وقال لك التي ووتر ان ب 18 ديجري سيلسيوس، والفيلوستي 2 متر في الثانية. وقال لك في كذا مصدر من مصادر البريشر دروب، اول مصدر فيهم طبعا طول ما انت ماشي جوه الماسوره بيحصل فريكشن فالبريشر بيقل. قال لك لكل متر واحد بس ماشي بيه جوه الماسوره اللي هي 12 متر دي، لكل متر واحد بس الضغط بتاعك هيقل 9 من 100 اسف بار. فلو جينا كده نتكلم على البريشر دروب، هما كذا ترم، اول ترم منهم اللي بيحصل في التيوبس، وده بكام؟ ب9 من 10، 9 من 100، مش عارف تقفش معايا، 9 من 10، 9 من 100 بار لكل متر، تمام كده؟ ده اللي كان بيجي من اتش اف ال اف ال في سكوير على 2 جي دي، تمام كده؟ ماشي. هل ده بس الوحيد البريشر دروب اللي عندك؟ لا، قال لك انت عندك لكل ووتر بوكس، هفهمك ايه هي الووتر بوكس دي، كل ووتر بوكس هو كوندنسر في بريشر دروب 4 من 100. فاحنا عندنا كمان مصدر تاني من مصادر البريشر دروب اللي هو الايه؟ الووتر بوكس بكام؟ ب4 من 100 بار، تمام كده؟ وقال لك كمان في بقى انتيك وديستشارج ودكتنج ومش عارف مين، الكلام ده بيكون حوالين الكوندنسر ومدخله ومخرجه وبتاع، بيمثل في بريشر دروب 7 في 10 اس ناقص 3 اس ناقص 13 اسف في الام دوت تربيع. ايه الام دوت دي؟ الام دوت دي هي الماس فلو ريت بتاعت الكولينج ووتر، فهي ام دوت ووتر بس بالايه؟ بالكيلو جرام في الساعه. يعني عوض هنا بالكيلو جرام في الساعه مش بالكيلو جرام في الثانيه. ده يديك البريشر دروب بسبب الان ليت او الانتيك والدكتنج والديسشارج. هو عايز ايه بقى من كل الكلام ده؟ عايزك تحسب له في كل كيس من الاثنين، كل كيس من الاثنين سواء السنجل باس او التو باس، احسب لي الكولينج ووتر ريكويرمنت يعني محتاج ام دوت ووتر بقد ايه، وعايزه تحسب له البامبنج باور محتاجه باور للترومبات بكام عشان اغلب على البريشر دروب اللي انا لسه هحسبه، في حين ان الترومبه الكفاءه بتاعتها ب 70%. خلاص كده، تعال ننزل كده بالراحه كيس كيس. الكيس الاولانيه اللي هي السنجل باس، المساله شبه كلها على بعض هتحل في الحته دي كده كده يعني، مش هقلب الصفحه تاني، فهي سؤالها سهله والله، ركزوا بس معايا. السنجل باس يعني ايه سنجل باس؟ عشان نكون فاهمين كده بس، ان الكوندنسر اهو وانا مجمع كده من هنا، المايه داخله من هنا وهتتوزع على المواسير دي كده كلها، دخلت كده وتوزعت على المواسير دي كده كلها، وتمشي جوه المواسير وتتجمع كده من هنا وتقوم خارجه. ده معنى كلمه سنجل باس. وبما ان كلهم على بعض عددهم 20,000 ماسوره صح، فلو عايزين نحسب الماس فلو ريت، هو في الاخر اول مطلوب احسب لي الماس فلو ريت صح، احسب لي الماس فلو ريت بكام. فباني عايز احسب الماس فلو ريت اللي هو الام دوت ووتر، هو الان في الرو في الاي في الفي، فالميه وهي داخله من هنا هتقسم على 20,000 ماسوره كلهم، فالعدد ده بكام للسنجل باس؟ 20,000. طب والرو ب 1000. طب والاريا بيديك الديامتر، فهي 4 على 4 الديامتر اللي مدوني تربيع، والديامتر كان بكام؟ صح كده؟ والفلوستي كان هو مديها لك ب2، فانت كده معاك كل حاجه تحسب بيها الماس فلو ريت جبتها بالكيلو جرام في الثانيه. حلو كده؟ السؤال ده والله من سهولته كسلت احلها بالارقام يعني. وادي الماس فلو ريت اهو جبتها. كده انت جبت للسنجل باس الماس فلو ريت بكام؟ طب البامبنج باور؟ البامبنج باور زي ما احنا عارفين من الفاير تيوب، لو انت فاكر سواء الانديوزد الفورس درافت او الانديوزد، فالباور بتاعها كان اللي هو فوليوم فلو ريت في الدلتا بي، ولو كانت ترومبا ليها افشنسي بقسم عليها صح، لان ده كده هيديك الباور اللي خارجه، اللي خارجه من الفانه. طب اللي داخله الفانه بقى ككهرباء تبقى بكام؟ اكيد رقم اعلى منه لان الفانه ليها افشنسي، يبقى قسمه على الافشنسي اللي هي رقم اقل من واحد عشان يطلع لك ايه؟ اللي داخل الباور، اللي داخل الفانه. يعني الباور بيساوي كام؟ فوليوم فلو ريت في البريشر دروب في الايه؟ مقسوم عليه على الافشنسي. الفوليوم فلو ريت ده فانكشن في الماس فلو ريت، اديني جبت الماس فلو ريت، والافشنسي هو مداني يبقى ناقص لك بس ايه؟ الدلتا بي. يبقى احنا عايزين نحسب الدلتا بي البريشر دروب في حاله السنجل باس،
ده عباره عن ايه؟ والله الميه وهي داخله من هنا عدت قوي على ايه؟ على قله، وهي خارجه عدت على ديسشارج. فاحنا عندنا انهي نوع؟ عندنا ده اللي هو بتاع قله وديسشارج، تمام كده؟ مش بس كده، ده وهي ماشيه عدت في المواسير دي كده كلها، فكان فيها فريكشن. الماسوره الفريكشن فيها ب 0.09 بار لكل متر. هل الكلام ده معناه ان انا هجيب الماسوره الواحده واضربهم في عددهم؟ يبقى انت مش فاهم في اللود. على طول كده امسك نفسك وقول انا مش فاهم في اللود. بس لو انت سالت لي السؤال ده دلوقتي وانت سينيور 1 وانت مش فاهم في اللود، ليه يا باشا؟ لان المواسير دي يا باشا كلهم مع بعض عن ايه؟ امبارل. فمواسير امبارل الباشا ضرب فيها بكام؟ متساوي. فبنحسبها وحش الماسوره واحده بس وما بنضربش في عددهم. اه والله تمام كده. فاحنا هنحسب الماسوره واحده بس، الماسوره الواحده بس دي طولها كام؟ طولها 12 متر، وانا كل متر بقالي 9 من 100، يبقى انت لل 12 متر عرفت تقل بكام. يبقى من الاخر كده السيستم ده ما فيهوش غير مصدرين بس من مصادر البريشر دروب، المصدر ده والمصدر ده، ما ظهرش عندي ووتر بوكس. ايه هو الووتر بوكس ده؟ سيبك منه دلوقتي، اهو ما قلتش حاجه دلوقتي وانا بشرح السنجل باص، اهو ما قلتش كلمه ووتر بوكس، فما احتجتش في حاجه. تمام كده؟ حلو. يبقى البريشر دروب عباره عن ايه؟ عن حاجتين. المصدر الاولاني اللي هو 7 في 10 اس ناقص 13 في ام دوت ووتر الكل تربيع، بس ما تنساش ان دي بتاعت ايه؟ تكون بالكيلو جرام في الساعه. احنا جبناها بالكيلو جرام في الثانيه، فجيب نفس الرقم ده نضربه في كام؟ في 3600. كده احنا حولناه كيلو جرام في الساعه، واقوم واخد مربعه ونضربه في الكلام ده كده كله، جبت الدلتا بي اس بكام؟ بالباسكال. اول ما تجيبه كده تقوم حاسب ان الباور بفوليوم فلو ريت في الدلتا بي على الافشنسي. الفوليوم فلو ريت عباره عن ايه؟ عن الماس فلو ريت على الدنستي. فدي ب 1000، ودي انت جبتها فوق، والدلتا بي انت لسه حاسبها، والافشنسي 7 من 10. جبت وحش الباور بكام وات؟ ده للسنجل باس. التو باس نفس الكلام بالظبط. كيس 2، لو احنا عندنا تو باس، اول حاجه نحسبها ايه؟ الماس فلو ريت. تعالى نشوف الرسمه كده عامله ازاي عشان نفتكره. ادي التو باس اهو، كان بيبقى عامل ازاي؟ بيتقسم كده في النص بفرق، المايه كده بتخش من هنا، بتخش كده من هنا، صح؟ وبتتقسم على مواسير كتير. وبعد كده بتيجي في الاخر خلاص بتاعها دي تقوم لفه وراجعه تاني من الناحيه التانيه في مواسير كتير برضو نفس عددهم، وتقوم ايه؟ خارجه من هنا، صح؟ تمام. الجزء بقى اللي هي بتطلع فيه من المواسير ده كده وبتخش في الاوضه قبل ما تلف، ده كده الجزء ده كده بس لوحده اسمه ووتر بوكس، والجزء اللي تحت كمان اسمه ووتر بوكس. حلو كده. يبقى انت احتجت في التو باس كام ووتر بوكس؟ 2. لكن في السنجل باس ما احتجتش ولا ووتر بوكس، لان انت ما كانش عندك حاجه بتلف. الفيلد عشان يلف كده احتاج ايه؟ تو باس. يا باشمهندس ما في هنا بتاع هنا وبتاع هنا كمان. لا يا باشمهندس، احنا دخلنا الاثنين دول في الانلت والاوتلت، الانلت والديسشارج اللي هم كانوا فين؟ اللي هم حاجه زي دي كده، فانا دخلهم في حساباتي بس في حاجه ثانيه. الووتر بوكس هنا عندنا 2 بس، ده وده، خلاص كده. فواحنا بنحسب الماس فلو ريت، عايزين نشوف الماس فلو ريت اللي ماشي في الكوندنسر ده بكام. اهم حاجه بس تفتكرها دلوقتي الحاجه اللي مهمه جدا جدا، اللي هو قال لك في اول حته في السؤال، اللي هي ايه؟ نفس السيرفس اريا. معنى ان هما الاثنين نفس السيرفس اريا والاثنين ما فيهمش غير 20000 ماسوره، يبقى باللحظه دي كده الباص الاولاني ما فيهوش غير 10000 ماسوره بس، والباص الثاني ما فيهوش غير ايه؟ غير 10000 ماسوره بس. لان انت لو خليت 20000 ماسوره هنا و20000 ماسوره هنا زي الكيس اللي فاتت، هيبقى التوتال سيرفس اريا ايه؟ اكبر، لان الاثنين بنفس الطول، الاثنين ليهم 12 متر، فيبقى السيرفس اريا اتضاعفت. هو قال لك ان هو السيرفس اريا حافظ عليها ان هي تكون زي ما هي، ده مش هيحصل غير لما تقسم العدد المواسير ايه؟ على الاثنين باص. يبقى ده كده 10000 لوحده وده 10000 لوحده. القانون ده بيديك الماس فلو ريت في الباص الواحد بس، فهي ان فرو في ايه في في، لكن ان دي عدد المواسير في الباص الواحد بس. في ال1 كي في ال1 باص كانت 20000 ماسوره كلهم في الباص الواحد، لان ما كانش في اصلا غير باص واحد بس. لكن انا الرقم ده بكام؟ ب 10000. طب الروب كام؟ الروب 1000. الاريا بكام؟ باي على 4 الديامتر. من الاخر يعني هيطلع معاك نص الماس فلو ريت اللي فوق ده، هيطلع معاك نص ده، لان انا بس انا غيرت الان بكام؟ غيرت الان بدل ما هي 20000 حطيتها 10000 بس، البوست كانت ب 2، طلع معاك رقم بالكيلوجرام في الثانيه.
نفس الكلام خطوه بعدها نحسب ايه الدلتا بي لوس. الدلتا بي لوس احنا عندنا ايه؟ عندك هنا ثلاث مصادر للبريشر دروب. اول حاجه المواسير، المواسير وهي هي المواسير اللي اسف المواسير اللي فوق دي وهي هي المصادر الواحده اللي كل متر 0.09، وهم كلهم برضه 12 متر برضه زي اللي فات. فهي ايه 12 في 0.09 صح كده؟ وانا جمعتها هنا وانا جمعتهاش، انا جمعتهاش اصلا. صح كده؟ ده اول مصدر. تاني مصدر اللي هو ايه؟ انت عندك انلت واوتلت والدكتنج والديسشارج وهكذا نفس القانون 7 في 10 اس ناقص 13 في الماس فلو بتاعت بتاعت الكولينج ووتر تربيع. ده هي هي ده صح؟ الكيس لان الماس بتاعتها تكون متقسمه يعني قلت عن الكيس اللي فات، فاحنا هناخدها على الكيس الجديده اللي هي دي مش هناخدها بتاعت 20000. وما تنساش انك تحولها لكيلوغرام في الساعه، يعني اضرب في كام؟ في 3600. ودي ما فيهاش عدد، هو الرقم ده كده زي ما هو. اخر حاجه بقى اللي هي في الحاله دي انت عندك ووتر بوكس. الووتر بوكس الواحد بس بيعمل برشا دروب 0.04، واحنا عندنا اتنين ووتر بوكس، يبقى انت عندك ايه؟ 2 في 0.04 يطلع معاك الدلتا بي لوس بكام؟ باسكال، او معوض في اخر قانون من الباور برو بفوليوم فلو ريت في الدلتا بي على الافشنسي. نفس الافشنسي دي 7 من 10 والدلتا بي هي للدي، والفوليوم فلو ريت اللي هي ماس فلو ريت على الدنستي دي ب 1000، ودي اللي هي ايه؟ صح كده؟ تقوم جايب الباور بكام؟ وات ده السؤال ده تمام يا شباب، اشوفكم ان شاء الله بعد اسبوع على كده. شكرا.